السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، وديما كي الجديد. اليوم الخوت حضرنا لكم بياسة اسم ديالها هو يا إما البلاك يلو يونيفرسيتي أو لا بلاك يونيفرسيتي جولد. بياسة الله يبارك، عودناكم الجديد وما كاين غير الجديد. بياسة ناضية الله يبارك. هذه خرجات نهار جوج في شهر 11 كما غيبان لكم في الصورة دابا، يعني حنا ما كندوشها هكاك، يعني بياسة كتخرج كنقول لكم امتى خرجات وها الدليل. الكولور فيها مستيلي، الديزاين فيها حتى هو مستيلي، داروا لها واحد التوب زوين. هاد التوب هذا اللي كيبان لكم بالصفر بحال ديال تمبرلاند ولا ديال الكات. عرفتوا علاش كنهضر؟ بحال ديال تمبرلاند اولا ديال الكات. غنهضروا على هاد البياسه هادي واحد شويه، خلوكم معنا. بياسة مستيلية نقيقية، شوف الديزاين اللي داروا لها، حتى اللون اللي داروا لها زوين. هادي الخوت راها تابعة للسيري ديال هاد البياسة اللي غطلع لكم دابا. بدلوا لها غير اللون، في هاد المايك بالبيض والكحل. عجبني فيها التوب هذا بحال تاع كيف قلت لكم تاع تمبرلاند ولا ديال الكات. شوف الخدمه كيفاش مخدومه. كاينين بياسات اخرين الخوت باقي ما لحتهمش، حتى هما راه خارجينها في هاد اليومين هادو، غير في هاد ما بين نهار واحد ونهار جوج خرجوا ثلاثة البياسات. ما بين نهار واحد في شهر 11 وجوج في شهر 11 خرجوا ثلاثة البياسات كلهم ان شاء الله غتلقاهم في لاشين. بطبيعة الحال اللي بغى شي بياسة مرحبا به، خلي لي ميساج في الفيسبوك اللي غيطلع لك هنايا. الثمن ديالها 2800 درهم الكازا. بياسة مستيلية الله يبارك، الكولور اللي داروا فيها تا هو مستيلي. خدمة نقية هذا ما كان الخوت في الفيديو ديال اليوم. متنساوناش بالدعم، بلي لايك بلي جيم وبلي كومونتير باش يبقى يوصلك الجديد. خلينا نكون فرحة الله. السلام عليكم.